جينا ما بينسينا. ليش من هو هذا؟ هلا بتشوف من هو هيدا. خير؟ شو؟ عندك شي خبرية عاطلة نسيت تخبرني إياها امبارح جاي تفقعني إياها هلا؟ رايحة لمطرح؟ إيه. اعملي معروف انزلي بدي أحكي معك. ليك أنا عم جرب ما أكون قليلة الذوق معك، بس صراحة ما بقى كتير عجبتني فكرة إنك تنطنط لك اليوم والتاني لهون. نطنط لك؟ طبعاً تنطنط لي. أنا مشغولة عندي ألف شغلة أعملها، ماني فاضية استقبلك اليوم 10 مرات، وأقول لك قسماً عظماً كلمة وحدة بعد رح أصل. شي وديع؟ قلت لك انزلي يا شيل إيدك عنا. أنت ما تتدخل. ليك ما بدها تحكي مع أخي المخلوقة، ماشي؟ فحل عنا بقى. وإذا بتمد إيدك على بعض مرة رح أقتلك. خلص خلص يا وديع خلص. خيي شو بدك؟ بدك تحكي تفضل. ها نح شرف. قلت لك بدنا نحكي لحالنا. كيف يعني لحالكم؟ هي شو ولي أمر أنت؟ كيف يعني لحالنا؟ عايزك بموضوع. خلص وديع مالي، خليه بق اللي ببطنه يرتاح ويريح ويفل. طرني هون. ماشي. شرف. شرف أنت؟ لا أنت شرف. ليك قسماً عظماً هالمرة ما رح شرف وقل.